اليوم نتعاون مع الجهات الخاصة إن شاء الله سنقوم في ملتقى بيئي ملتقى دولي سيأتي الكويت إن شاء الله ونقوم في تدشينه إن شاء الله. الملتقى سيكون على 3 أيام وهذا الملتقى سنزيد فيه من الجرعات البيئية إن شاء الله للمواطنين لتوجيههم للوصول إلى بيئة أفضل بالكويت. سيصاحب هذا الملتقى معرض بإذن الله سيعرض فيه أفضل المنتجات البيئية الموجودة وكيفية الوصول إلى بيت بيئي بالكويت.